بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، والاستوديو التحليلي لمباراه الاهلي بالاهلي وشباب الجونه في الاسبوع العاشر. على قناه الاهلي الاستوديو التحليلي الوحيد في الوطن العربي لمباريات الناشئين. النهارده ان شاء الله هيكون مشرفني ومنورني نجوم النادي الاهلي الكبار كابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال. قبل ما نروح النهارده لمباراه النهارده مباراه الاهلي والجونه في الأسبوع العاشر ونشوف مع حضراتكم أبرز أرقام وإحصائيات الفريقين قبل لقاء اليوم، عايزين نروح سريعا لقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. قطاع الناشئين بالنادي الأهلي السنة دي اللي بيمر بطفرة كبيرة جدا من بداية الموسم، واهتمام كبير من قبل النادي الأهلي ولجنة التخطيط والكابتن محمود الخطيب بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي. في البداية السنة دي الكابتن خالد بيبو رئيسا لقطاع الناشئين. كابتن خالد بيبو اللي عمل طفرة كبيرة في أكاديمية النادي الأهلي السنة دي بيتولى قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. أيضا السنة دي مدير فني أجنبي على مستوى عالي جدا، ما شفناش مدير فني أجنبي للنادي الأهلي للقطاع منذ سنوات طويلة، فالسنة دي التجربة دي بتتطبق مرة تانية. الاستفادة هتكون للاعبين وأيضا للمدربين. أيضا السنة دي شفنا دمج للفرق، فريق 99 مع فريق 2000 بقى فريق 99 فريق واحد اللي احنا النهارده بنذيع المباراه بتاعته على الهواء مباشره، ايضا دمج فريق 2001 مع 2002 وفريق 2003 مع فريق 2004. الدمج ده بيعود بالنفع على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. ازاي؟ النهارده يعني لجنه التخطيط ومجلس الاداره خصص ميزانيه كبيره لقطاع الناشئين بالنادي الاهلي، عايزين نشوف القطاع زي ما احنا عهدناه قبل كده، كان بيخرج لاعبين كتير للفريق الاول. فده ما بيحصل دلوقتي على أرض الواقع. في ميزانية كبيرة دلوقتي ما شاء الله القطاع، في معسكرات في بداية الموسم، معسكرات على أعلى مستوى، أيضا معسكرات لجميع الفرق. كمان السنة دي اختيار المدربين، بنشوف ما شاء الله مدربين على أعلى مستوى السنة دي في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي. كابتن محمد شرف، كابتن معتز إينو، كابتن شريف عبد الفضيل، كابتن سيد غريب اللي ما شاء الله عامل نتائج هايله مع فريق 2006، ده كله بيعود بالنفع على هذا القطاع. ايضا كمان لما واحنا بنتكلم عن القطاع اكيد الناتج بنشوفه دلوقتي وبنحصده دلوقتي. عايزين نشوف ترتيبات الاهلي في كل المسابقات بدايه من ال 99 و2001 و2003 و2006 اللي بيلعبوا بطوله الجمهوريه، بطوله الجمهوريه بطوله شبيهه شويه بالدوري الممتاز. النادي الاهلي متصدر في كل المسابقات دي. بالرغم ان كان عندنا الفريق 2003 كان دايما الفريق ده يعني فيه شويه يعني صعوبات شويه وكان بيبقى متاخر، لكن السنه دي ما شاء الله وصل ايضا للتصفيات النهائيه. ايضا فريق البراعم في النادي الاهلي 2011 و10 و9 و8 النادي الاهلي متصدر في كل مهرجانات البراعم، فعلشان كده النادي الاهلي السنه دي بيمر بطفره كبيره في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. نروح بقى مع حضراتكم مباراه النهارده، مباراه النادي الاهلي والجونه في الأسبوع العاشر، والخدمة دي النهاردة إن احنا نلاقي مباراة مذاعة على الهواء مباشرة واهتمام كبير من قبل قناة النادي الأهلي، فده شيء يحترم جدا وشيء يدرس في الإعلام. بمعنى الاهتمام دايما ما بيبقاش بارتفاع الهرم، القاعدة، القاعدة هي الناشئين، علشان تأسس ناشئ صح لازم تهتم بالقاعدة من تحت، تغذية، اهتمام فني، نواحي بدنية، نواحي نفسية، وايضا جزء من النواحي النفسيه هي اذاعه المباريات على الهواء مباشره، علشان اللعيب الصغير ده يعيش الحدث لما يكبر ما يبقاش عنده الرهبه. نروح مع حضراتكم دلوقتي لابرز ارقام واحصائيات الفريقين الاهلي والجونه قبل الاسبوع العاشر. نستعرض مع حضراتكم نشوف دلوقتي يعني ابرز ارقام، زي ما احنا شايفين دلوقتي مباريات الفرق في الاسبوع العاشر. بالمناسبه الدوري دوري شباب الجمهورية مقسم لثلاث مجموعات، مجموعة أولى بتضم خمس فرق، المجموعة الثانية ست فرق، والمجموعة الثالثة خمس فرق. السنة دي نظرا للظروف الدوري بدأ متأخر، فيروس كورونا، كان اتحاد الكرة المصري حريص إن مسابقات الناشئين تقام للحظة اللي احنا فيها، وده شيء يحترم وشيء يعني يستحق منا الاحترام للاتحاد المصري لكرة القدم. النادي الأهلي في مجموعة، النادي الاهلي زي ما احنا هنشوف دلوقتي انبي والاهلي والانتاج الحربي وغزل المحله في جونه، دي المجموعه اللي فيها النادي الاهلي. في المجموعه الثانيه بتضم ست فرق والمجموعه الثالثه خمس فرق. هيتم
صعود ثلاث فرق من كل مجموعة بعد كده للتصفيات النهائية، ويقام دوري من دور واحد هيتاخد منه بطل هذا الدوري. نروح بقى لأبرز أرقام وإحصائيات الفريقين قبل لقاء اليوم الأهلي والجونة، ونستعرض مع حضراتكم دلوقتي على الشاشة. النهاردة مباريات الفرق في الأسبوع العاشر الأربعاء 13/1 المجموعة الثالثة. النهاردة مباراة طلائع الجيش والمولين العرب، مباراة أسوان والسموحة دي المجموعة الثالثة، مباراة بيراميدز النهاردة بيراميدز في الراحة. نروح نشوف المجموعة الثانية. المجموعة الثانية البنك الأهلي والمصري، مباراة وادي دجلة والزمالك، الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا، دي المباراة التي تقام النهاردة. نروح للمجموعة بقى، المجموعة الأولى اللي تضم النادي الأهلي، إنبي وغزل المحلة، الأهلي مباراة اليوم، مباراتنا على قناة الأهلي، الأهلي والجونة والإنتاج الحربي النهاردة في الراحة. أيضا نروح لمباراة الأسبوع التاسع، مباراة الأسبوع التاسع اللي كانت يوم الحد السابق والنادي الأهلي كان راحة في الجولة دي. هنستعرض أيضا مع حضراتكم مباراة الأسبوع التاسع، المجموعة الأولى اللي طبعا بتضم الجونة وإنبي، فوز كبير للإنبي على الجونة بنتيجة 3-0، تعادل السلبي غزل المحلة والإنتاج الحربي 0-0، والأهلي كان راحة في هذه المجموعة. المجموعة الثانية التعادل السلبي سيراميكا كليوباترا وادي دجلة، تعادل 0-0، وفوز كبير للزمالك 4-0 على البنك الأهلي، والتعادل الإيجابي المصري مع الإسماعيلي 2-2. المجموعة الثالثة فوز أسوان على طلائع الجيش 2-0، والتعادل السلبي المولين العرب مع بيراميدز 0-0، وسموحة كان راحة في هذه الجولة. أيضا نروح لجدول ترتيب الثلاث مجموعات ونشوف اللي أنا قلته لحضراتكم من شوية. ما شاء الله النادي الأهلي متصدر. ده جدول ترتيب بطولة دوري الجمهورية مواليد 99 موسم 2020-2021. النادي الأهلي متصدر، لعب 7 مباريات، فاز في 5 مباريات، التعادل في مباراة وحيدة، التعادل في مباراة وحيدة ده، والنادي الأهلي يمتلك 16 نقطة. في المركز الثاني إنبي برصيد 14 نقطة، في المركز الثالث الإنتاج الحربي برصيد 8 نقاط، غزل المحلة في المركز الرابع برصيد 7 نقاط، والجونة في المركز الأخير برصيد نقطتين. نروح للمجموعة الثانية، المجموعة الثانية اللي تضم الإسماعيلي والزمالك سيراميكا، ده الترتيب بتاعها. الإسماعيلي لعب 9 مباريات عنده 18 نقطة متصدر هذه المجموعة، الزمالك في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، وسيراميكا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة، وادي دجلة في المركز الرابع 14 نقطة، والبنك الأهلي الخامس ب9 نقاط، والمصري في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. نروح للمجموعة الثالثة، المجموعة الثالثة المقاولين العرب متصدر في هذه المجموعة 14 نقطة، سموح في المركز الثاني 13 نقطة، بيراميدز المركز الثالث 10 نقاط، وطلائع الجيش في المركز الرابع 5 نقاط، وأسوان في المركز الخامس برصيد 5 نقاط متساوي مع طلائع الجيش. ده كان ترتيب الثلاث مجموعات، وزي ما قلت لحضراتكم السنة دي الدوري مختلف شوية. السنة دي نظرا ان مسابقة بطولة الجمهورية بدأت متأخر، فكان اتحاد الكرة علشان يقدر يتدارك هذا الموسم عمل الثلاث مجموعات. المجموعه الاولى ضمت 5 فرق، المجموعه الثانيه ضمت 6 فرق، المجموعه الثالثه ضمت 5 فرق. اعتذر فرقتين عن بطوله الجمهوريه، نادي مصر المقاصه ونادي الاتحاد السكندري. اصبح بطوله الجمهوريه 16 فريق، بطوله قويه. هياخدوا ثلاث الاوائل من كل مجموعه، هيلعبوا بعد كده التصفيات النهائيه. نروح نشوف ايضا مع حضراتكم مشوار النادي الاهلي في بطولة الجمهورية، ونستعرضه أيضا مع حضراتكم بالمباريات والنتائج. الأهلي لعب المباراة الأولى كانت في ملاعب الناشئين وانتهت بفوز الأهلي 3-1. المباراة الثانية كانت في الإنتاج الحربي، فاز الأهلي 3-0. المباراة الثالثة كانت في ملاعب الناشئين، وداء التعثر الأول لفريق شباب الأهلي أمام إنبي، وفاز إنبي في هذه المباراة 2-0. وده كان الخسارة الوحيدة للنادي الأهلي في مشوار البطولة. فوز الأهلي على الجونة 4-0 في ملعب الجونة في الدور الأول. فوز الأهلي 3-0 على غزل المحلة، والتعادل الإيجابي مع إنتاج الحربي 1-1. وفوز النادي الأهلي على إنبي في ملعب إنبي في المباراة الأخيرة 4-2.
ده كان مشوار النادي الأهلي. نروح أيضا لمشوار الجونة. فريق النهاردة الجونة الفريق اللي هيواجه النادي الأهلي في الأسبوع العاشر. نادي الجونة لم يفز في أي مباراة وهو في المركز الأخير، فاز خسر، تلقى خسارته الأولى من غزل المحلة 1-0، فوز الإنتاج الحربي على الجونة 2-1، فوز إنبي على الجونة 1-0، وفوز الأهلي على الجونة 4-0 في مباراة الدور الأول، والتعادل السلبي مع غزل المحلة 0-0، وأيضا التعادل السلبي مع الإنتاج الحربي 0-0، وفوز إنبي على الجونة 3-0. ده كان مشوار الفريقين الأهلي والجونة قبل لقاء اليوم في الأسبوع العاشر. النادي الأهلي بيضم جهاز فني محترم، جهاز فني على أعلى مستوى بقيادة الكابتن عمرو أنور، وبالمناسبة ده الموسم الثالث للكابتن عمرو أنور مع شباب الأهلي. الموسم الأول كان بيمرن أو بيدرب فريق 97، ف 97 أخذ معاه البطولة. السنة اللي فاتت برضه قبل إلغاء البطولة كان متصدر الدوري من أول أسبوع للأسبوع اللي تم فيه إلغاء بطولة الجمهورية. السنة دي برضه ما شاء الله كابتن عمرو أنور برغم إن عنده غيابات مهمة جدا، لاعبين تم إعارتهم زي عربي بدر راح الجونة، شادي رضوان ومحمد فخري راح سيراميكا كليوباترا، صالح نصر راح وادي دجلة، محمد عبد المنعم في سموحة، لكن يظل فريق شباب الأهلي تحت قيادة كابتن عمرو أنور فريق قوي، فريق متماسك، فريق بيقدم نتائج طيبة ومتصدر كمان جدول المسابقة. نستعرض مع حضراتكم الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي. كابتن عمرو أنور مدير فني، كابتن أحمد عبد الظاهر مدرب عام، أحمد يونس مدرب، إيهاب خميس مدرب حراس، محمد حسن أحمال وأحمد عيد مدير إداري، وحسن فاضل طبيب. الدكتور أحمد أبو عبلة كان هو طبيب الفريق، تم تصعيده للفريق الأول، هو مع الفريق الأول دلوقتي حاليا، مكانه الدكتور حسن فاضل، وأيضا الدكتور محمد سيد مدلك الفريق. نروح أيضا للجهاز الفني لفريق شباب الجونة. كابتن عمر التوني مدير فني، محمد خالد مدرب عام، محمود مشالي مدرب حراس مرمى، أحمد سيد إداري، أحمد عبد الله طبيب، محمد عمار أخصائي، محمد مصطفى رئيس قطاع، ومحمود نظمي نائب رئيس، وكريم فريد مدير إداري. ده كان كل أبرز وأهم أرقام وإحصائيات الفريقين قبل لقاء اليوم اللي بنتمنى فيه التوفيق إن شاء الله لفريق النادي الأهلي على شباب الجونة. نروح لفاصل، بعد الفاصل أستقبل ضيوفي نجوم الأهلي الكبار كابتن محمد حشيش والكابتن أحمد بلال، ولكن بعد الفاصل. تضع جماهير الأهلي آمالها وطموحات المستقبل في فريق الشباب لضخ دماء جديدة في الفريق الأول للكرة بالقلعة الحمراء لما يضمه من عناصر مميزة بجانب الاهتمام الكبير والواضح من قبل إدارة النادي ولجنة التخطيط بقطاع الناشئين. ويستضيف اليوم فريق الشباب مواليد 1999 نظيره الجونة ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة دوري الجمهورية موسم 2020-2021. قبل هذه المباراة يتصدر شباب الشياطين الحمر المجموعة برصيد 16 نقطة من 7 مباريات، حيث نجحوا في الفوز 5 مرات والتعادل مرة والخسارة في مباراة، وسجل لاعبوه 18 هدفا ومني المرمى الأحمر بستة أهداف فقط، فيما يحتل منافسه الجونة المركز الخامس والأخير في المجموعة حيث لم يحقق أي فوز في المباريات السبع وتعادل مرتين وخسر في 5 مباريات وحصد نقطتين فقط، ولم يحرز لاعبوه سوى هدف وحيد ومني مرماهم ب11 هدفا. الأهلي هو أفضل فرق المجموعة، ليس كونه الأكثر جمعا للنقاط التي منحته الصدارة، ولكنه الأكثر فوزاً والأقل في عدد مباريات التعادل، ويشارك إنبي في الأقل مرات خسارة وهو الأكثر تهديفاً وثاني أقوى خط دفاعي بعد الفريق البترولي. ورغم أن شباب الأهلي هم الأفضل بلغة الأرقام، لكن أبناء عمرو أنور يدركون أن كرة القدم لا تخضع سوى للجهد والتعب والتركيز داخل المستطيل الأخضر، فاليوم ستجد شباب الأهلي يسعون للفوز بكل قوة.
اهلا بحضراتكم من جديد، برحب بضيوفي اللي دايما بيشرفوني في الاستوديو التحليلي لبرنامج او ملعب الاشبال من اول ما ابتديناه من 3 سنين، وهم دايما معايا المحللين المفضلين لملعب الاشبال نجم الاهلي السابق النجم الكبير كابتن محمد حشيش. منورنا كابتن محمد. ازيك يا اسامه؟ ايه الاخبار؟ الحمد لله كله تمام. ايه الشياكه دي؟ ربنا يخليك. شياكتك انت وانت خاسس ما شاء الله. كويس فت هتلعب تاني يعني؟ نرجع نلعب تاني ان شاء الله. يلا. ايضا نجم الاهلي السابق احمد جوال كابتن احمد بلال، منورنا وشرفنا كابتن احمد. ازيك كابتن اسامه؟ وحشني والله كتير. انت وحشنا بقالك فتره. الله يخليك يا كابتن اسامه، ويعني ان شاء الله يعني انطلاقه جديده وكملها للمسيره اللي ابتديتها. والحقيقه يمكن يعني انا ببقى سعيد ان ببقى موجود معاك، واحنا بنبقى سعداء كلنا، لان من الاستوديو ده بتبقى اكتشاف وانطلاق للعيبه كتيره جدا ما حدش كان بيعرف عنهم وبيسمع عنهم، بنلاقيهم الحمد لله تألقوا حتى لو مش في النادي الاهلي، فبيتألقوا في انديه تانية، بتبقى فرص كبيره جدا 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 لكل الناس يعني. وانتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى اصحاب الفضل على لعيبه كتير في النادي الاهلي بدات كمان الناس تعرفها من خلال الاستوديو التحليلي لملعب الاشبال. نبتدي بالكابتن حشيش وكابتن محمد حشيش المدير التنفيذي لمنطقه القاهره ومن الناس يعني المشاركين دايما في وضع المسابقات. مسابقة 99 السنة دي كان كل سنة متعودين إنها مجموعة واحدة دوري قوي، السنة دي للظروف تعاملت 3 مجموعات، رأيك في شكل الدوري السنة دي؟ البداية بس بسلم على بلال، وحشني ما بيسألش عليا أسامة خالص يعني فترات كبيرة جدا وخلاص يعني مش مشكلة. حبيبي يا كابتن حشيش. ببارك لك طبعا على عودة الاستوديو الجميل بتاعك أو الفريد من نوعه على مستوى مصر كلها. المتنفس الوحيد للأشبال اللي هم طبعا مفيش سبوت عليهم، فرصة ان هم يتشافوا، حافز كبير لكل اللعيبة طبعا ان هي تبقى ظاهرة والناس عارفاها، سواء لعيبة النادي الأهلي او اللعيبة الأخرى في البطولات المختلفة. واحنا كنا قبل كده بنذيع طبعا او بنعمل استوديوهات تحليلية للاعمار السنية المختلفة. النهارده بادئين نشكر برضو قناة الاهلي السبورت دايما والمساندة والدعم لينا يعني في الفكرة بتاعتنا اللي احنا يعني نكون يعني موجودين مع الناشئين كلهم في مصر. دي حقيقة، دي حقيقة. طبعا عايز اقول ان هنبتدي النهارده باذن الله اول استوديو بفريق النادي الاهلي 99 اللي هو يعتبر الفريق الامل بالنسبه للفريق الكبير في النادي الاهلي، واللي خرج لنا على مدار الاعوام السابقه اكثر من لاعب للفريق الكبير، او حتى اللعيبه اللي تصعدت كمان يا اسامه بتنزل تلعب اللي ما لهاش فرصه انها تلعب تمرين بس بتنزل تحتك وتعمل مباريات مع فريق 99. الحقيقه برضو في البدايه عايز يعني اتكلم على القطاع، والسنه دي انت يمكن قلت في الانترو موضوع الدمج، وده ادى فرص طبعا لظهور الفرق بشكل كبير، احسن عناصر بقت موجوده، يقدر المدربين يعني ياخدوا فرصه كويسه في تدريب الفرق، ياخدوا فرصه كبيره في التركيز، الامكانيات تبقى اكثر بالنسبه للفرق. بتمنى طبعا للقطاع كله التوفيق. النهارده فريق النادي الاهلي 99 طبعا بقياده كابتن عمرو انور طبعا من المدربين الكبار اللي هم خبرات كبيره، وكان طبعا لعيب كبير في النادي الاهلي كان اواخر بقى الثمانينات واول التسعينات. الكابتن عمرو عنده خبرات كبيره، كان في السعوديه طبعا درب اتحاد جده الفريق الاولمبي وبعد كده تصعد. احنا هنتكلم عن الكابتن عمرو انور بالصوره، لكن عايز اروح لحته المسابقه. تمام. السنه دي 3 مجموعات، هل ده يعني سنه استثنائيه ولا الدوري برضو قوي ولا؟ بص يا اسامه، نتيجه للظروف هي الظروف. من السنه اللي فاتت والموسم ده مواسم استثنائيه. انت عايز تضغط الموسم يعني بشكل او باخر عشان برضو تحسبا لاي فتره ممكن يحصل توقفات وكده، يبقى برضو اديت يعني مسابقه ونشاط للفرق، وبرضو بتكمل الفرق اللي هتصعد والفرق اللي هتهبط وكده، عشان كده عملوا 3 مجاميع، ودي على فكره في بطولات الجمهوريه كلها عشان يضغط الفرق والمباريات. عندنا 3 مجاميع في مجموعتين 5 و5 ومجموعه 6، بياخدوا الثلاثه الاوائل من كل مجموعه و9 فرق. كان
في البداية خالص مقررين ان هو يبقى دوري من دورين. نتيجة برضو للأحداث اللي حصلة وكده، فحبوا ان هم برضو يكملوا المسابقة وفي نفس الوقت يضغطوا، فضغطوا بقت هياخدوا التسع فرق يلعبوا دور من دوري من دور واحد. ده طبعا احتكاك كويس بالنسبة للناشئين، وبتدي طبعا يعني هي بتصعب الموضوع برضو. تعرف لما كان مجموعتين بلال برضو يعني هياخد ثلاث فرق من كل مجموعه، اللي هم احسن ثلاث فرق. وانا شايف حتى الترتيبات في المجاميع وضع طبيعي، ما فيش حاجه خارجه عن المألوف يعني. طيب هنروح برضو للكابتن احمد بلال، وقبل ما ندخل في تفاصيل المباراه اكتر يا كابتن بلال، زمان واحنا صغيرين كان في مدير فني اجنبي للقطاع مستر كورفر كان مع البراعم. السنه دي بعد تقريبا من 20 سنه النادي الاهلي بيكرر التجربه مره ثانيه، مدير فني تشيكي على اعلى مستوى، بنشوف دلوقتي ما شاء الله فرق القطاع متصدره في كل المسابقات. شايف ازاي يعني التجربه دي واثرها على قطاع الناشئين بالنادي الاهلي على اللاعبين وعلى المدربين؟ شوف هقول لك، خلينا يعني دايما انت لما بتجيب بتتكلم عن الماضي واحداثه دايما بتجيب النتائج بتاعته اللي حصلت من خلاله يعني. كروجر تمام، كروفر سوري اسمع، كان شغال مع كابتن بدر رجب وكابتن علاء ميهوب، وكان شغال مع كباتن كبار، وخرجوا نماذج كبيره من الناشئين. هي الفكره كلها انت بتجيب مدير فني بيشتغل عشان تقدر تثقل الموهبه وتنميها، بدل ما تبقى موهبه بس يعني لعيبه عندها قدرات وعندها تالنت، لعيبه عندها موهبه وعندها قدرات كمان وعندها امكانيات وعندها وتقدر ان هي تستغل القدرات والامكانيات دي وتوظفها للاعب محترف فيما بعد. مظبوط تمام، انت عملت الكلام ده واتى بثماره، كانت تجربه ناجحه من وجهه نظري يعني، وخرجت يعني العديد كتير من اللعيبه في القطاع. النهارده بتعيد التجربه مره ثانيه، كون ان يبقى موجود مدير فني لقطاع الناشئين دي فكره جيده جدا. خبرات هتكتسبها المدربين قبل اللعيبه. النهارده بدل ما انت كل شويه تقعد تخرج مدربين توديهم مثلا اوروبا للتعايش 15 20 يوم هنا شهر، هنا انت جبت اوريدي مدير فني انت تثق فيه وتثق في قدراته وامكانياته واكاديميته تمام، بتعيشه مع المديرين الفنيين طول التوقيت. طريقه الاكل، طريقه الشرب، طريقه التحضير، طريقه المعامله النفسيه مع الـ مع الـ مع اللاعبين، طريقه تهيئ اللاعبين، طريقه انك ازاي تصنع نجم يكون موجود في الفريق الاول. اتمنى ان التجربه ان شاء الله تنجح، اتمنى المدير الفني يقدر ان هو يوصل افكاره. لان خد بالك انت ممكن يكون عندك افكار يا كابتن ما تقدرش توصلها طبعا، لكن طبعا المناخ داخل النادي الاهلي يسمح لاي مدير فني عنده افكار وامكانيات ان هو ينجح، ان هو يقدر يوصل افكاره. النهارده انت من خلال برضو التجربه دي من وجهه نظري تقدر انت تعد اجيال من المدربين يا كابتن، مش طبعا بس مش بس طبعا اجيال من اللعيبه. النهارده لما يبقى عندك النهارده يعني 10 12 مدرب مثلا او 20 مدرب في القطاع، ويبتدوا ان هم يتعلموا كل يوم حاجه، ازاي بتمرن اللعيب، ازاي بتحافظ عليه، ازاي بتاكله، ازاي بتعامله نفسيا، ازاي بتاهله، ازاي حاجات كتيره جدا. اعتقد دي تثقل المدير الفني بشكل كبير جدا. فالتجربه وانا بتفق معاك ان النفع مش هيعود على اللاعبين فقط، هيعود كمان على المدربين. مستاذنكم نروح لفاصل وبعد الفاصل هنتكلم اكتر عن الامور الفنيه عن مباراه اليوم شباب الاهلي وشباب الجونه في الاسبوع العاشر. اهلا بحضراتكم من جديد، وبكرر ترحابي لضيوفي الكبار كابتن محمد حشيش والكابتن احمد بلال. كابتن حشيش هنقول لحضرتك دلوقتي يعني بعد قليل هيكون معانا زميلنا مراسلنا من ارض المباراه معانا دلوقتي على الهواء. طيب نروح دلوقتي الملعب المباراه، محمد توفيق زميلنا تحياتي ليك يا توفيق. مساء الخير يا كابتن اسامه، تحياتي ليك وضيوفك الكرام نجوم الاستوديو التحليلي كابتن محمد حشيش، كابتن احمد بلال، ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ولكل جمهور النادي الاهلي اللي بيتابعنا من جميع انحاء العالم. اخر السنوات عندك والاستوديو التحليلي لبرنامج الاشبال، يمكن كان لنا الثقه كابتن اسامه في قناه النادي الاهلي ومع حضرتك ان احنا اول قناه عملت استوديوهات تحليليه لمباراه الناشئين. معانا النهارده في اطار مباراه الاسبوع العاشر من دوري المجموعات الاول التمهيدي لدوري الجمهوريه مواليد 99 مباراه الاهلي
والجونه. يمكن النادي الاهلي بيتصدر جدول المجموعه برصيد 16 نقطه، الجونه بيجي في المركز الاخير برصيد نقطتين. يمكن النادي الاهلي خلاص ونادي انبي حسموا صعودهم للدور الثاني اللي هيكون الدور النهائي لتحديد المراكز من 1 لـ9. يمكن كمان في النهارده مباراه فاصله ما بين المحله وانبي، في حاله فوز المحله هيصعد مع الفرقتين ويبقى الثالث بتاعهم، في حاله الخساره او التعادل هيصعد الانتاج الحربي ويبقى ثالث مجموعات. يمكن الدور اللي بعد كده كابتن اسامه هي مكون من 9 فرق، ثلاث ابطال لثلاث مجموعات زي ما بنقول، هيبقى 9 فرق يلعبوا من 1 لـ9، والثلاثة الاخر اللي في الفرق الثانيه هيلعبوا على مراكز الهبوط من 10 لـ18. يمكن الاجواء هنا اكثر من رائعه، ما فيش بس غير يمكن سرعه الرياح شديده شويه هتبقى مع الفريق اللي هيبقى على شمال الشاشه مع حضرتك، الهواء هيبقى معاه خلال احداث الشوط الاول. الفرقتين حضروا مبكرا وطاقم الحكام. النادي الاهلي النهارده هيرتدي زيه التقليدي التيشيرت الاحمر والشورت الابيض، النادي الجونه هيرتدي التيشيرت الابيض والشورت الاسود. الاجواء هنا اكثر من رائعه، تبشر ان شاء الله ان احنا يعني هنشاهد مباراه جيده وتبقى رساله، وزي ما بنقول يعني قناه النادي الاهلي دايما في ظهر اولاد النادي، خاصه الناشئين اللي يكتسبوا شخصيه النادي الاهلي ويبقوا عايشين في نفس اجواء الفريق الاول، زي ما شفنا في معسكر الاسماعيليه اللي اعتقد اتى بسماره في نتائج كل الفرق اللي بتشارك في مختلف المسابقات على مستوى القطاعات بشكل عام. التشكيل توفيق، تشكيل فريقين، التشكيل بالفعل كابتن اسامه معانا بعتناه للاعداد هيعرضوه على حضرتك علشان بس ما ناخدش من وقت الاستوديو التحليلي كتير. فالتشكيل حالا هيبقى مع حضرتك دلوقتي، لكن النادي الاهلي يمكن بيبدا بتشكيله الاساسي المعتاد، كمان مصطفى شوبير يمكن موجود نزل من الدرجه الاولى بيلعب المباراه النهارده، واعتقد ان شاء الله الاجواء والاستعداد في الملعب يقولوا ان احنا ان شاء الله هنشوف مباراه كبيره ان شاء الله النهارده نستمتع بها في الاستوديو التحليلي وامام الشاشات. كابتن اسامه تمام، محمد توفيق زميلنا من ارض ملعب المباراه الاهلي والجونه، شكرا جزيلا لك وان شاء الله نتواصل معاك مرة تانية. التشكيل هنا فريق الإعداد جابه لنا، معاك يا كابتن حشيش، معاك كابتن بلال. تشكيل النادي الأهلي، مصطفى شوبير نازل من الدرجة الأولى هيشارك النهاردة مع شباب الأهلي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال إبراهيم السيد، فارس طارق، محمد حسام ميدو، مصطفى إلياس، خط الوسط أحمد السيد وحسوم محمد، ثلاثة تحت المهاجم محمد شكري أيضا نازل من الدرجة الأولى، وزي ما احنا شايفين دلوقتي تشكيل أمام حضراتكم، محمد شكري، محمد نصير، وزياد طارق، وفي الامام مصطفى فوزي. كابتن حشيش، التشكيله نفس تشكيله الفريق الاول، تمام، 4-2-3-1، نفس طبعا اسلوب اللعب. طبعا دي برضو من الحاجات الايجابيه اللي موجوده في القطاع الناشئين، ان هو في تعليمات انه يلعبوا بنفس الطريقه اللي بيلعبها الفريق الكبير، وخصوصا ال 99 لانهم اقرب طبعا فرقه للدرجه الاولى ولاعيبه على طول بتتصعد، فما تبقاش القصه غريبه عليها، بيندمجوا على طول في نفس الطريقه. النهارده انا شايف التشكيل فيه بعض طبعا الغيابات، كنت بتكلم مع كابتن عمرو انور امبارح على بعض الاصابات اللي عنده عبد الرحمن مانو وعادل زينهم وفهد جمعه، ودول من اللعيبه الحقيقه الاساسيه طبعا، ولعيبه مميزه وطبعا لها تاثير على الفريق. انما هو الحقيقه عنده كم من اللعيبه نتيجه برضو لنكرر نقول الضم عمل الفرقه الاساسي زي الدكه، مظبوط، وعنده دكه شايفينها قويه، فيهم ناس حتى كمان اتصعدت للفريق الاول، كابتن عمرو واضح ان هو محتفظ بيهم عشان يقوي دكه الاحتياط. شايفين طبعا في ناس كمان يعني بتلعب مع الدرجه الاولى او متصعده للدرجه الاولى موجوده في التشكيل اولهم، طبعا مصطفى شوبير النهارده نازل بيحرس المرمى. عندنا برضو في لعيبه مرشحه، وكان كابتن عمرو امبارح قال لي على كذا اسم برضو مرشحين، وعين الجهاز الاول للنادي الاهلي طبعا الفرقه الكبيره عليهم، كابتن سيد عبد الحفيظ وطبعا الجهاز الفني عليهم، منهم طبعا حسون محمد واحمد السيد اللي هم بيلعبوا ديفندرات نص ملعب، محمد نصير صنع الالعاب، زياد طارق اللي بيلعب طرف يمين. النهارده يمكن كمان عايز اقول ملاحظه قالها لي برده الكابتن عمرو، انه عنده فارس طارق، فارس طارق ده بيلعب باك رايت اساسي النهارده نتيجه للغيابات بيلعبوا مساك بلال، وقال لي هو الولد طبعا يعني عنده حته في يعني جوكر في الحته دي. هو كابتن عمرو ما بيقولش حاجه غير كده بس، كابتن عمرو ما بيتكلمش غير مع كابتن حشيش عن المعلومات كلها. احنا زي ما احنا شايفين تشكيل النادي الاهلي مره ثانيه اقول له حضراتكم، مصطفى شوبير في حراسه المرمى، ابراهيم السيد وفارس طارق ومحمد حسام ميدو ومصطفى الياس، احمد السيد وحسون محمد، زياد طارق ومحمد نصير ومحمد شكري ومصطفى فوزي في الامام. كابتن بلال يعني من الناس اللي احنا اتكلمنا عنهم وقلنا عنهم في الاول، مصطفى شوبير ومحمد شكري
اتمرنوا مع الفريق الاول، لعبوا مع الفريق الاول، شاركوا في مباريات رسميه، النهارده بينزلوا. امبارح ما شاركوش في مباراه النادي الاهلي اللي فاز فيها امبارح على نتائج الحربي بعد مباراه رائعه برباعيه، نزلوا النهارده يشاركوا مع فريق الشباب. شوف هقول لك على حاجه، انت 99 انا ما بعتبرهاش ناشئين يعني، تمام؟ انا بعتبره ده لعيب يعني ميني لعيب في الفريق الاول يعني، او لعيب معد ان يكون لعيب فريق الاول. امتداد للفريق. طبعا، وبعدين فرقه 99 هي مرتبطه دايما بالفريق الاول. صح. التكتيك اللي بيشتغل بيه المدير الفني، الاتصال الدائم ما بين المدير الفني كابتن عمرو انور اكيد وجهاز الفريق الاول، ده وضع طبيعي يعني. اللعيبه كمان، الخامات اللي موجوده، هو اكيد هو دايما بيتكلم كتير عن اللعيبه الموجوده، مين فيهم يصلح ان هو يكون موجود في الفريق الاول، من فيهم لا يصلح، ايه الامكانيات اللي موجوده عنده، ايه الاحتياجات بتاعه الفريق الاول اللي ممكن يستمدها من فرقه 99. فانا بشوف ان 99 ده الفريق المصغر، او هم بيسموه حتى كمان بره السكن تيم، ما بيسموش فريق قطاع الناشئين، هو بيسموه السكن تيم، لان هو ده الفريق المتصل دايما بالفريق الاول. كابتن عمرو انور مع التيم ده بقاله يمكن سنتين تقريبا دلوقتي. دي السنه الثالثه، سنتين ودي الثالثه. عارف الفريق بشكل كويس، عارف الاجواء اللي بيلعب، عارف احتياجات كمان المدير الفني بتاع النادي الاهلي. في لعيبه موجوده هنا من الدرجه الاولى، اللعيبه دي لما بتنزل تلعب مع الناشئين من وجهه نظر، او لما بتنزل تلعب تحت يعني مع السكن تيم، اعتقد بتدي دافع وحافز لبقيه اللعيبه اللي موجوده الثانيه. يعني كل واحد من دول لما بيشوف مثلا مصطفى شوبير او يشوف احمد محمد شكري، اعتقد ان هو ممكن يبقى عنده طموح، تمام، لا يتوقف انه يكون موجود مع الفريق الاول، لان عنده لعيبه موجوده معاه في الفرقه بتلعب هي كمان وبتشارك، حتى لو ما بتشاركش بشكل اساسي او حتى بتتمرن بس، وان الفرصه ما زالت قائمه طول ما انت موجود في 99، طول ما انت موجود في النادي الاهلي، طول ما الفرصه ما زالت قائمه انك تلعب في الفريق الاول. خلي بالك اقول لكم حاجه، المباراه اللي فاتت كانت مباراه الاهلي وانبي، كانت في انبي، اللي تابعها الكابتن سيد حفيظ راح المباراه بنفسه، تابع الفريق النادي الاهلي، ويانكوني مدرب حراس المرمى، وكان من المحتمل ان موسيماني يحضر مباراه النهارده، لكن عشان مباراه الاهلي امبارح عارف يا استاذ، احنا طول عمرنا عارفين ان هي الفرقه اللي قبل الدرجه الاولى دايما حتى بتبقى خارجه عن القطاع، يعني كل التعليمات وكل المسائل الفنيه وكل النواحي حتى الاداريه بتبقى مختصه بالدرجه الاولى على طول، في حلقه اتصال. وعلى فكره في ذكاء كمان من اداره النادي انه يخلي كابتن عمرو ثالث سنه موجود، عارف اللعيبه، لان اللعيبه دي بتعد انها تبقى للدرجه الاولى. فيعني كابتن عمرو مدرب خبره، مدرب كبير، طبعا مدرب فريق اول، اشتغل في منتخب مصر، اشتغل في السعوديه، تحدد مسك فني. عايز اقول لكم معلومات عنه برضو لو حابين، عشان برضو المعلومات عندك انت بس. انا بيني وبينك انا حابب عمرو وعارف ان هو مدرب كويس، وعمرو كمان يعني درب فرق كبيره لما جه مصر، مسك السويس والاتصالات ونجوم المستقبل، فبرضو من الفرق برضو اللي لها اسمها، فعنده فكون ان هو يدرب برضو ال 99. انت عارف المدرب اللي ما بيطلع فرقه كبيره بيبقى عايز يستمر في الحته دي. النادي الاهلي وظفه ان هو يكون موجود في فريق 99، فدي حاجه كويسه، ثقه كبيره من الاداره، وطبعا حاجه يعني يشكر عليها عمرو النوم. خلي بالك برضو بعد رحيل الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الاول، تولى بعديه الدكتور احمد ابو عبله. الدكتور احمد عبله هو طبيب فريق الشباب، فتم تصعيده، فدايما فريق الشباب هو اللي بيفرغ دايما. صحيح. للفريق الاول مش لعيبه بس، يعني اجهزه فنيه واجهزه طبيه واداريين وكمان لاعبين. هنقول لحضراتكم ايضا كمان، ويعني عمليات الاحماء شغاله دلوقتي في ملاعب الناشئين في مدينه نصر. هقول لحضراتكم بدلاء النادي الاهلي، بدلاء النادي الاهلي النهارده في مباراه الاهلي والجونه، احمد طارق سليمان في حراسه المرمى، عبد الرحمن علاء، احمد الشامي، وليد فرج، محمد احمد محمد، طه محمود، ومحمد رضا محمد، ومحمد اشرف، واحمد عربي ثابت. كل التوفيق لشباب الاهلي. كابتن بلال، بلغه الارقام قبل مباراه اليوم، النادي الاهلي ما شاء الله متصدر المجموعه، اقوى خط هجوم ليه 18 هدف، اقوى خط دفاع عليه 6 اهداف. ماذا تعني للكابتن احمد بلال لغه الارقام بالنسبه للشباب الاهلي، بالرغم ان في اعارات كتير، يعني في عربي بدر، في عمار حمدي، محمد عبد المنعم، صالح نصر، محمد فخري، شادي رضوان، ده كله خرج اعارات، ولكن يظل فريق شباب الاهلي متماسك وقوي. شوف دايما الامكانات والقدرات يا كابتن اسامه يعني للفرق الكبيره ما بتختفيش، حتى وان يعني غابت بعض العناصر او انتقلت بعض العناصر. الاهلي عنده
عنده استراتيجيه بيشتغل بيها، تمام؟ ايا كانت العناصر اللي موجوده عندك، مدير فني محترم يعني زي ما كنا بنتكلم عليه من شويه، هو اشتغل كتير جدا في الـ في الـ في الفرق الكبيره وماسك فرقه. احنا بنتكلم ان فرقه النادي الاهلي فرقه 99 هي الفريق، يعني يعد فريق من الفرق المفترض ان اللعيبه بتاعته مؤهله ان هي تلعب في الفريق الاول. وممكن انت السنه اللي جايه اكيد مش هيبقى في 99 السنه الجايه خلاص، يعني كده كفايه عليهم تمام. فاعتقد ان معظم اللعيبه دي ان لما يكونوا كلهم هيلعبوا في فرق في الدوري الممتاز، فرق كبير وفرصه زي ما احنا بنقول من خلال الاستوديو من خلال المباريات المذاعه. خد بالك في انديه بتقعد تتفرج على لعيبه النادي الاهلي الناشئين مين النهارده. طبعا تسويقيا ده مهم طبعاً. جدا 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 للنادي الاهلي، ومهم جدا كمان للمدير الفني، ومهم جدا للاعبين. النهارده كل النهارده اللعيبه اللي موجوده على ارض الملعب ممكن يبقى في ناس بتتفرج وبتشوف، في ايجنتس بتتفرج وتشوف، في رؤساء انديه بتتفرج وبتشوف، في مدربين بيتفرجوا وبتشوفوا، في لان هو دايما لعيبه النادي الاهلي عليهم سبوت. احنا مين من النادي الاهلي اللي ممكن ما ياخدوش النادي الاهلي، فبالتالي احنا ممكن نستعين بيه، ممكن نستعيره صحيح. يبقى اعاره، ممكن ناخده بيع وشراء. عشان كده ميزه كبيره جدا يبقى في مباريات مذاعه على قناة الأهلي، ميزة كبيرة جدا يبقى الناس بتتفرج عليك، ميزة كبيرة جدا كلاعب زي ما انت قلت من شوية يا أسامة، ان سيد حافظ كان بيتفرج المباراة اللي فاتت، موسيماني كان هيتفرج النهارده، هو بيتفرج ليه؟ هو الفكرة مش ان انت عايز تشتري كل شوية لعيب من بره، الفكرة ان انت طالما خدت الاستراتيجية ان انت هتجيب مدير فني أجنبي فهتشتغل عليه، وبالتالي يكون عندك قطاع جيد، فبالتالي انت النظرة اللي قادمة بالنسبة لك هتبقى على قطاع الناشئين، انك ازاي تستخرج او تكتشف مواهب موجودة عندك في من فرق قطاع الناشئين. الارقام بقت مخيفه النهارده. اي لعيب، انا اسف يعني مع احترامي، النهارده بص حسام حسن سموح فرج مهندس فرج عم بيقول لك عايز 100 مليون تمام. فالارقام بقت مخيفه. الاهلي، هل الاهلي يعني مش في استطاعته ان هو يخرج 2 3 ناشئين؟ لا، في استطاعته ان هو يخرج 2 3 ناشئين. هو مدرب بيحب الناشئين وبيدي فرصه وبيعتمد، وما عندوش مشكله لو مباراه صعبه يلعب. عشان كده اسامه برضو المجلس الاداره رصد، انت لسه بتقول ميزانيه كبيره لقطاع الناشئين عشان يهتم بالفرق دي لان بدل ما يشتري لعيبه بارقام كبيره، لا قطاع الناشئين يعني بيطلع يعني لعيبه كتيره للدرجه الاولى. وتاكيد لكلام بلال، اللعيبه بتاعتنا اللي هي عملت اللي طلعت بقى من الفرقة اللي هي قبل الدرجة الأولى وعملت إعارات لأن ما كان لهاش مكان، زي طبعا عمار وأحمد توفيق وأحمد ياسر وبيكهام، الناس دي كلها راحت إعارات ورجعت تاني النادي الأهلي. فهو ده كله من قطاع الناشئين ومن الفرقة اللي هي طبعا. كابتن بلال، مباراة النهاردة كابتن عمرو أنور متصدر شباب الأهلي، الجونة في الترتيب الأخير. كابتن عمرو أنور، يبدأ سيناريو المباراة في الأول الشكل إزاي؟ بص، الاهلي ما بيغيرش الاستراتيجيه بتاعته، وانت كمان على ملعبك يعني تمام. فبالتالي انا بشوف ان الاهلي الاستراتيجيه، احنا اتفرجنا على كابتن عمرو قبل كده السنوات اللي فاتت، هو بيلعب ضغط، بيستحوذ، بيعمل انتشار جيد في الملعب، بيستغل اطراف الملعب بشكل كويس لو عنده فرصه من العمق تمام. اللعيبه بيحاول بقدر الامكان ان هو يحط او يغرس جواهم طريقه لعب الفريق الاول، بحيث ان انت في الاول وفي الاخر انت مش بس المكسب، انت مش عايز مكسب فقط، انت عايز شكل واداء مقارب تماما لشكل واداء الفريق الاول بتاع النادي الاهلي. السيستم اللي بيشتغل بيه كابتن عمرو انور، الضغط على الخصم في كل مكان، الانتشار في الملعب، الاستحواذ، انك بتوصل للمرمى في بعض الاوقات برضو من كرات سريعه، السبيد اتاك اللي بيشتغل عليه او اللي كان بيشتغل عليه برضه الموسم الماضي وبعض المباريات بتاعه السنه دي. هو ده السيستم بتاع النادي الاهلي، ما اعتقدش انه ممكن يغيره. الجونه يعني فريق بيعتمد على قوه اللعيبه، وعنده لعيبه عندها قويه، هيعمل تكتلات دفاعيه النهارده، وضع طبيعي النهارده. ممكن يواجه الاهلي بس مشكله، الهواء النهارده هيبقى شديد شويه، وده ممكن يعني ما يساعدش النادي الاهلي ما يخليش الاداء متوقع يعني. ده ملعب الناشئين يا كابتن حشيشه، كابتن بلال، يعني خلي بالك في اهتمام كبير السنه دي بالملاعب. لما تلاقي ملعب للناشئين النهارده في ملاعب في الدوري الممتاز، المسابقه الاولى في مصر، مش بالشكل ده ومش بالحلاوه دي ومش بالاعداد ده، بالرغم ان عليه ضغط كبير، ضغط مباريات كبير الملعب ده بالتحديد. بالظبط. فلما تلاقي الملعب بالشكل ده يبقى فيه اهتمام كبير، ومن هنا بنقدم تحيه كبيره لمدير قطاع الناشئين الكابتن خالد بيبو على الاهتمام بالبنيه التحتيه للقطاع، ده شيء بيفرق جدا مع لاعبي القطاع. النهارده كمان يعني الحكام، زي ما احنا بنتكلم عن لاعبين، بنتكلم عن اداريين، عن جهاز طبي بيتم تصعيده للفرق الاولى في انديتها،
ايضا كمان الحكام اللي بيحكموا في الناشئين يجي وقت من الاوقات وبنشوفهم في الدوري الممتاز، فعشان كده لازم يكون برضو فيه اهتمام بالجانب التحكيمي. فعشان كده عايز اقول لحضراتكم برضو حكام لقاء اليوم، حكام لقاء اليوم الكابتن احمد ناجي حكم ساحه، الكابتن احمد عبد المنعم شعبان مساعد اول، والكابتن عماد فرج ده مساعد ثاني، دول حكام مباراه الاهلي والجونه. هقول لحضراتكم برضو يعني تشكيل نادي الجونه النهارده اللي هيواجه النادي الاهلي ويكون معانا على الهواء دلوقتي. في حراسه المرمى احمد ابراهيم، خط الظهر احمد عطا ومحمد رجب وعبده سامي واحمد ياسر، ثلاثه في خط الوسط عمرو خميس والسيد رضا وسيد بسطويس، اثنين تحت المهاجم احمد رفاعي وعبد الرحمن محمد، وفي الامام مجدي عوض. طريقه او لعب اسلوب الجونه النهارده 4-3-2-1، ممكن يبقى فيه تحفظ شويه خاصه ان الجونه في اخر المجموعه. كابتن حشيش، كابتن بلال قال كابتن عمرو انور هيلعب من بدايه المباراه كما لعب النادي الاهلي، ضغط من الامام. شكل الجونه سريعا، بص يا بلال، طبعا شكل الجونه من التشكيل كده بيلعب، هيلعب بتحفظ، عايز يقفل الحته اللي ورا، جاي بلاعب النادي الاهلي. النادي الاهلي في المركز الاول، هو اساسا يعني خلاص ملوش امل في الصعود، عايز يعمل مباراه للتاريخ مع النادي الاهلي. شو اللعيبه برضو تلعب، ودي الخطوره من هنا يا بلال، ان انت لما تيجي فرقه ملهاش يعني امل في حاجه وجايه بتلعب النادي الاهلي، فكل واحد عايز يظهر امكانياته وعايز يحرز هدف، عايز يعمل يعني شكل يعني يبان فيه قدام النادي الاهلي. النادي الاهلي طبعا في نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي مركز اول، النهارده ماتش النهارده هو عايز يحافظ انه يبقى اول مجموعه، مصبوط. يصعد اول مجموعه، لان بيبقى لها برضو قيمه ان انت طالع في مجموعتك الاول وراء انبي على طول طبعا ب 14 بونت، الفرق بنتين، فلازم النهارده النادي الاهلي يحافظ على مكسبه ويحافظ طبعا على الصداره. انا الحقيقه مش شايف حتى من تشكيله الجونه، عشان الماتش بالنسبه لهم طبعا يعني حد من اللي بيلعبوا في الفريق الاول، مش شايف اي حد. لا، الفريق الاول اللائحه دي خلاص اتلغت يا كابتن حشيش. يعني مصطفى شوبير لسه تحت السن، مواليد 2000، ومحمد شكري 99، فيحق ليهم انهم ينزلوا، لكن اللائحه دي كانت قديمه، كانت قبل كده. انا اقصد كمان في لعيبه متصعده للفرقه الكبيره، يعني في مساك انا عارفه هو متصعد للدرجه الاولى، حتى ما نزلش خدوه لان برضه ضغط المباريات فوق، فهو الماتش زي ما بقول لك تاكيد، لان الماتش مش فارق معاهم غير انه يبقى ناحيه بس شكليه. عشان كده حتى اللعيبه المتصعده ما نزلتش في التشكيل. اعتقد زي ما بلال بيقول ان شاء الله النادي الاهلي هيلعب ضاغط من البدايه في محاوله احراز هدف مبكر، يعني يضيع بقى امل الفرقه الثانيه في انها تقدر تعمل جيم كويس مع النادي الاهلي. يعني اللعيبه النهارده كابتن بلال مضغوطه قبل المباراه، ولا النهارده مباراه مذاعه على الهواء مباشره، كل لعيب زي ما انت بتقول يسوق نفسه، ففرصه النهارده موسيماني ما جاش المباراه، لكن ممكن النهارده موسيماني هو قاعد في النادي الاهلي الجزيره يفتح التلفزيون ويتفرج على المباراه ويشوف ويتابع. لا، شخصيه لعيبه النادي الاهلي والتربيه اللي بيترباها جوه النادي تمام، ما تخلوش يبقى مضغوط، لان هو عنده ضغوطات طول السنه. يعني هو اللعيب اصلا يعني من غير الاذاعه ومن غير التلفزيون ولا الكلام ده، هو عنده ضغوطات. عنده ضغوطات في ايه؟ انه دايما بيلعب، عايز بطوله، بيلعب على مكسب، عايز بطوله، مش بس مكسب وبطوله، لا ده كمان عايز اداء، التزام. يعني انت في ممكن انت لعيب في الناشئين يبقى الموضوع مختلف شويه عن الدرجه الاولى. الدرجه الاولى يعني بتلعب وتحقق بطولات، لكن الناشئين انت بتربي الناشئين، بتربيه على التزام. ممكن يبقى لعيب جيد جدا بالنسبه لك في الناشئين وما يلعبش، لانه لعيب مش ملتزم. تمام، فانت ممكن اللعيب الغير ملتزم ده يبقاش له مكان داخل النادي الاهلي، فبالتالي كل لعيبه النادي الاهلي في قطاعات الناشئين بشكل عام هم معرضين للضغوطات طول السيزون، يعني طول لان المباريات كلها بتلعب عايز تكسب، كل مباراه بتقابلها التعادل بالنسبه لك خساره، الاداء بالنسبه لك حتى لو كسبت واداء غير جيد. يعني احنا في بعض او في كتير من الاوقات بتتفاجئ يا اسامه، نلعب ونادي وبتاع ونلاقي نفسنا بعد الماتش لا انت مخصوم منك المكافاه. ليه؟ عشان ما اديتش الاداء المطلوب، مش النتيجه بس. بالظبط، التزامك داخل الماتش، التزامك داخل التمرين، فكل الحاجات دي بتخلي اللعيب بينتج عنها لعيب عنده شخصيه. هي دي الشخصيه اللي احنا بنتكلم عليها دايما، شخصيه النادي الاهلي. الشخصيه اللي احنا اللي فيها فروقات كتيره جدا ما بين الانديه، ما بين الاهلي وما بين الانديه الثانيه. عشان كده بقول النهارده ممكن ما يكونش فيه ضغوطات. انا اتمنى اللعيبه تستمتع في الملعب بس، يعني هم يستمتعوا، لان في طبعا سبوت عليهم النهارده. يعني
المفروض المباراة 2:30 يعني بعض الحكام تأخروا بعض الدقائق، فمن المحتمل المباراة تتأخر يعني دقائق قليلة وإن شاء الله يعني تذاع بعد قليل. كابتن حشيش، وانت كنت من اللاعبين المميزين في الحتة اللي ورا دي، محمد حسام ميد وفارس طارق اتنين مساكين، نصيحة الكابتن حشيش قبل لقاء اليوم ممكن يعملوا ايه النهاردة؟ بالذات اول ربع ساعة لازم المساكين بالتحديد يلعبوا السهل، ما بقاش فيه فزلكة. انت اول وبتلعب فرقة متزايلة الجدول، تلعب الثقة عايز تروح الحكام وصلوا خلاص. طب تمام تمام. طيب نروح دلوقتي لملعب المباراة ونروح لمعلقنا المتميز الشربين الصغير فاروق صلاح، ولكن بعد الفاصل.